بما انك دخلت على الفيديو مش هتخسر حاجة لما تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل الاخبار الجديدة من قناة مساء الاخبار. اهلا بكم في قناة مساء الاخبار، واهلا بكل المتابعين والمشتركين واللي بينورونا دلوقتي بمشاهدة الفيديو. النهاردة هنتكلم عن توقعات لليلى عبد اللطيف حدثت بالفعل، وهي توقعات قالتها في ليلة رأس السنة مع الاعلامي نيشان على قناة الجديد. وكانت قايلة لدولة مصر خصوصا: حالة من الحزن والحداد تعم الساحة المصرية لغياب احد الوجوه المصرية الكبيرة. حالة من الحزن والحداد تعم الساحة المصرية لغياب أحد الوجوه المصرية الكبيرة. والحقيقة غيب الموت الفنان سمير غانم قبل قليل عن عمر ناهز إلى 84 عاما داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. ومن المقرر أن تخرج الجنازة من مسجد المشير بالتجمع الخامس غدا عقب صلاة الجمعة. وكان الفنان سمير غانم دخل الرعاية المركزة قبل أيام إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لا سيما وإنها يعاني من مشاكل صحية في الكلى. يذكر أن سمير غانم من مواليد 15 يناير 1937، وممثل كوميدي مصري تخرج في كلية الزراعة جامعة الأسكندرية، ثم التقى بكل من جورج سيدهم والضيف أحمد وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية كان أشهرها طبيخ الملايكة روميو وجولييت، ثم قدم ثلاثة بعدها عددا من الأفلام والمسرحيات الناجحة. انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية المتزوجون، وكان آخر عمل مسرحي لهما معا هو مسرحية أهلا يا دكتور. وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي سمورة وفطوطة، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينات من القرن نفسه ليقدم فوازير المطربون والمضحكون، ويعتبر واحد من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي، وله الكثير والكثير من الأعمال التلفزيونية وفي الدراما. وأيضا يعني كان مشرفنا في إعلانات رمضان الشهر الكريم اللي فات، دي كانت آخر حاجة ممكن نشوفه فيها، كانت إعلانات اللي كانت نازلة على خطوط ويل بتاعت الاتصالات، وكان عامل إعلان مع بنته إيمي سمير غانم. فطبعا عزائي لكل الأسرة وخصوصا دنيا وإيمي، ونتمنى الشفاء العاجل للأستاذة دلال عبد العزيز، ولغاية دلوقتي مش عارفين إن كانوا وصلوا لها الخبر ولا لأ. أعتقد إن هما مش هيقولوا لها، إنها دلوقتي في العناية المركزة أيضا وحالتها سيئة للغاية ومفيش أي تحسن في الصحة بتاعتها، ومصيرها شبيه إلى حد ما للسيدة رجاء الجداوي، لكن ممكن الدعاء يغير القدر. والحمد لله ممكن بدعوات ناس كتير تشفى، لان خسارة اتنين مرة واحدة هيبقى صعبة، الاب والام لدنيا سمير غانم وامي سمير غانم. الموضوع مش سهل جدا، واحنا كشعب مصري وكشعب عربي خسارة فنان كبير زي الاستاذ سمير غانم خسارة كبيرة جدا، وزعلنا الحقيقة جدا على موته في حالة حداد وحزن في مصر كلها وفي كل الدول العربية اللي تعرف الفنان الكبير سمير غانم. وبكده تحقق توقع سيدة التوقعات وصاحبة الإلهام ليلى عبد اللطيف لما قالت: حالة من الحزن والحداد تعم الساحة المصرية لغياب أحد الوجوه المصرية الكبيرة. عزائي لكل أهل سمير غانم، وأيضا عزائي لكل شعب وجمهور الأستاذ الكبير الفنان سمير غانم. الباقي في حياته.